السلام عليكم طلابنا، اليوم نبدي بموضوع جديد اللي هو السوج. السوج هو نقصد بها أنابيب اللي تنقل مياه المجاري. Sewage is defined as a combination of. السوج هو عبارة عن خليط من A. The liquid waste is conducted away from residence and business building. اللي هي مياه المخلفات السائلة اللي يتم نقلها بعيدا عن المجمعات السكنية وعن بنايات العمل. البي the liquid waste is from industrial establishment، ومياه المخلفات الناتجة من الصناعات. السي ground surface and storm water، اللي هي مياه ال ground surface and storm water معروفة بالنسبة لكم. Sewage A، النوع A is frequently known as sanitary sewage or domestic sewage. النوع أي من السويج هو عادة يسمى معروف بالسانيتاري سويج أو دوماستيك سويج، يعني هو الويست اللي ناتج من المجمعات السكنية سميه سانيتاري سويج أو دوماستيك سويج. سانيتاري سوارز كاري سانيتاري سويج. السوار هي شبكة المجاري، السويج هي مياه المجاري نفسها. فسانيتاري سوارز شبكة الأنابيب المجاري، كاري سانيتاري سويج تنقل مياه المجاري and industrial wastes بالإضافة إلى المياه المخلفات الناتجة من الصناعات. Storm sewers are designed to carry the surface and storm water which run off the area that they serve. الستورم سوار شبكة اللي خاصة بمياه الأمطار، نقل مياه الأمطار، هي مصممة أنه تنقل المياه اللي تنزل على السطوح، على سطوح البنايات، على الأرضيات، على الشوارع، تنقلها بعيدا عن هذه المناطق. الكومباوند سوارز، هذا مصطلح جديد أريدكم تنتبهون على هاي المسميات. الكومباوند سوارز carry all types of sewage in the same conduct. الكومباوند سوارز اللي هي شبكة أنابيب مركبة، مركبة يقصد بيها أنه هي راح تشيل السانيتاري اللي هو النوع A، والبي الاندستريال ويستز، والسي اللي هي الستار سوار. راح نجي على اول نوع من انواع السوار اللي عندنا اللي هي الفلو اند سوارز. السوار بصورة عامة لما نجي اريد اصممها نتبع قوانين الاوبن شانل. تنتبه على هذه النقطة، الاوبن شانل. الاوبن شانل يعني اني هنا راح استخدم تشيزي اكويجن او مانينج اكويجن اند نوت اندر بريشر، وما اعتبرها هي مياه تجري، صح تجري بانابيب بس ما اعتبرها مياه تجري تحت ضغط. ايفن ثوت ذي مي فلو فول ات تايم. ليش نعتبرها اوبن شانل؟ احنا نعتبر المياه شبكه المجاري نتبع لها قوانين الاوبن شانل. هي شبكه المجاري من يتم تصميمها، يتم تصميمها بحيث الأنبوب ذا الدايمتر مالت دي كابيتال مثلا متر، نصممها بحيث ارتفاع مياه المجاري بي ما يوصل متر، يوصل مثلا 0.9 متر أو يوصل 0.8 متر، يعني أكو فراغ بي. هذا الفراغ هو اللي راح يخلينا نتبع أنا قوانين الأوبن شانل مو الكلوز شانل. طبعا هذا الفراغ ليش هم إلى سبب، هذا الفراغ نخليه للغازات اللي راح تتصاعد من مياه المجاري، لازم نترك لها مجال. فلهذا أنابيب المجاري جريان بها هي partial flow وليس full flow. The formula of moving flow and pipe is. القوانين راح نستخدمها للتصميم مياه الشبكات المجاري هي أولا Cheese equation. Cheese equation اللي هي ال V تساوي C، C constant تحت الجذر R في ال S. Our Manning equation. Manning equation عندي نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول خاص بالمتريك سيستم، والقانون الثاني هو نفسه Manning equation بس خاص للفيد سيستم. المتريك سيستم ال V تساوي 1 على N، R القوة 2 على 3، S القوة نصف. بينما بالفيد سيستم ال V تساوي 1.486 على N، R القوة 2 على 3، S القوة نصف. ال N هو constant، الR هو الهيدروليك راديوس، واللي يمثل الاريا على الويتد باراميتر اللي هي مساحة الأنبوب على المحيط المبلل للأنبوب، والS هو السلوب، الS هو
is the slope of hydraulic grade line or an open channel the slope of water surface for uniform flow. الاس احنا بعد عرفناها هو الخاص بالسلوب of hydraulic grade line. C and N are coefficients such that cheesy formula والmanning formula ممكن الكونستانت الخاصة بها اللي هي C for cheesy والN for manning انه اربطها بهذه المعادلة. هذه المعادلة تربط C بالN. للكونكريت الN تساوي 0.015. Experience indicates that a velocity of not less than 0.6 meter per second اللي هي 2 foot per second is required in sanitary sewers in order to prevent settlement of the sewage solids. هنا هذه هي محددات الفيلوسيتي بالنسبة للسانيتاري سوار. من نقول سانيتاري سوار يعني مياه المجاري اللي خارجة من المنازل. الفيلوسيتي بيها المفروض ما تقل عن 0.6، يعني هذه هي المينيمم فيلوسيتي 0.6 متر بير سكند او 2 فت. ليش هذا المحدد؟ لان هذا المحدد انا اذا نزلت اقل من عنده راح يصير عندي ترسيب للمواد الصلبه اللي موجوده بالمياه المجاري. بالستورم سوار شبكات الامطار، شبكات الامطار المينيمم فيلوسيتي مالتها اكبر. انا هنا المينيمم فيلوسيتي للسانيتري 0.6 بينما المياه الامطار المينيمم فيلوسيتي 0.76 متر بير سكند. ليش اكبر؟ المياه الامطار من تجري راح تجري وياها رمل، احجار ناعمه، حصو ناعم، اي شيء، فهاي هي جزيئات ثقيله. فاني حتى هذه الجزيئات الثقيله ما تترسب عندي احتاج المينيمم فيلوسيتي مالتي تكون اعلى. فلهذا صارت المينيمم فيلوسيتي للستورم سوار هي 0.76 متر بير سكند. بالنسبه للابر ليميت يعني الماكسيمم فيلوسيتي هي ما تتجاوز 2.439 متر بير سكند بالنسبه للناعم. الإكويجن for flow in open channels and partially filled pipes. هسا هذا الشكل اللي أمامكم يمثل الأنبوب اللي يحمل مياه المجاري. الدايميتر مالته الكلي هو D. عمق المي B أو عمق مياه المجاري اللي تجري بيه مو D. إحنا ما يصير عندنا full flow، أنا partial flow. عمق المي هي Y، هذا ال Y. عرض المي هو T. العرض اللي دا استخدمه. هذه القوانين هنا خاصة بالمانينج فورمولا. ال V راح تساوي 1 على N، قلنا R القوة 2 على 3، S القوة نصف. ال Q كلنا نعرفها هي الفيلوسيتي في الاريا، فراح اشيل الفيلوسيتي اخلي ما يساويها من مانينج، خلى هذا ال K على N، الاريا هذه هي هذه الاريا نفسها، R كم نقل من الفيلوسيتي، R قوة 2 على 3، S القوة نصف. هذا الكي شي مثل يقول لك الكي انت اذا تشتغل ماتريكس سيستم الكي تساوي 1، بس اذا تشتغل فيت سيستم ترى الكي تساوي 0.489. بس بالنسبه لهذا الجريان الجزئي الاريا مالته راح تصير دي تربيع على 8 في ثيتا ماينس ساين ثيتا. الثيتا هي هذه الزاويه اللي محصوره بين نصف القطر اللي هو من حافه العلويه للمي الى مركز الدائره، وهذه هم من الحافة العلوية لمركز الدائرة. هذه الزاوية المحصورة بيناتهم هي الثيتا. ال P اللي هو الويتد باراميتر أو المحيط المبلل، يعني كل هذا المحيط يبدي من هاي النقطة، هذا يمشي هيج، هذا كله نسميه المحيط المبلل اللي هو واحد نصف ثيتا في ال D. ال D هو الدايميتر والثيتا قلنا هذه الزاوية اللي محصورة بين نصف القطع. ال R اللي هو الهيدروليك راديوس واللي يمثل الاريا على الويتد باراميتر، اجي اقسم هذا القانون الخاص بالاريا على هذا القانون الخاص بالبي اللي هو الويتد باراميتر، ينتج عندي دي اوفر 4 1 ماينس ساين ثيتا على ثيتا. التي اللي مثلناها قلنا هذا العرض المي من هذه النقطة إلى هذه النقطة، التي راح تساوي دي اللي هو دايمتر اوف 5 في ساين ثيتا على 2. والواي اللي هو عمق المي، وهذا جدا مهم نعرف ايش قد عمق المجاري بداخل الأنبوب، تساوي ال R اللي هو نصف القطر في 1 ماينس كوساين ثيتا على 2. والثيتا ممكن استخرجها من Y أو R إذا كانت موجودة عندي، يعني حتصير هنا عكسية، بدل ما استخرج Y حستخرج ثيتا حسب المعلومات اللي موجودة عندي. So for a given Q knot the depth Y is، إذن العلاقة راح تكون عندي بين الكيو قلنا بصورة عامة هي هذا القانون العام لها اللي هو الاريا في الفيلوسيتي، وقلنا بدل الفيلوسيتي خلينا هذا القانون،
والكي راح يعتمد على نوع السيستم اللي انا دا احل بيه. دا احل بالمتريك سيستم الكي تساوي 1، اذا دا احل بالفيت سيستم الكي راح تساوي 1.489. هنا انا ايش سوى؟ هنا انا فك الاريا، استخدم هذا القانون وخلها هنا مكان الاريا، ومكان الار استخدم هذا القانون اللي هو دي اوفر 4 1 ماينس ساين ثيتا على 2 فقط. The following summarizes a table. The following table summarizes the equations used to calculate the primary parameters of interest for the flow and open channel. هسه الفلو اند اوبن شانل يقول لك انت اذا تريد تستخرج الفريكشن فاكتور، اذا تعتمد على الان تستخدم هذا القانون، اذا تعتمد على السي تشيزي فورمولا تستخدم هذا القانون. اذا هنا هي القوانين اللي خاصه بالمانينج when using n، هنا هي القوانين الخاصة بالتشيزي إكويجين تستخدم السي. الفيلوسيتي إذا تريد تستخرجها باستخدام الآن هذا هو قانونها، إذا تريد تستخرجها باستخدام السي هذا هو قانونها، وكذا بالنسبة لبقية البارامترز. نريدكم تركزون كل الزين على هذا المخطط، هذا الفلو تشارت كلش مهم. هذا الفلو تشارت شي يمثل لي الفلو تشارت الاكس اكس صح، وشوية اذا تشوفونه معقد بس هسه راح تفهمونه كله خطوة خطوة وياي. الفلو تشارت الاكس اكسس هو نسبة تمثل نسبة يا اما كيو على كيو نوت او ار بي على في نوت او اي ار القوة 2 على 3، هذه ار ترى 2 على 3 على اي نوت، ار نوت القوة 2 على 3، او تمثل نسبة الار فقط القوة 2 على 3 على ار نوت القوة 2 على 3. بس تقولون شنو القصة، شو صار كيو كيو نوت وفي وفي نوت واي ار على اي نوت وار نوت، شنو الفرق؟ كل شيء رمزه نوت هذا يكون خاص بالفول فلو. يعني شنو فول فلو؟ يعني نفرض انه الجريان بالانبوب كامل، يعني كل الانبوب الديبث اوف ووتر راح يساوي الدايمتر ديبث اوف ووتر اللي هو هذا الواي راح يساوي الدايمتر دي نوت. فأنا الكيو هي الكيو اللي دا تجري بالبارشيال فلو بايب، يعني يكون عندي جريان بارشيال ايش قد الكيو اسميها كيو هيك الواحدة، لما يكون الجريان فل فلو الكيو اسميها كيو نوت، لما يكون الجريان بارشيال فلو الفي اسميها في، سوري لما يكون اي صح، لما يكون الجريان بارشيال فلو الفي اسميها في، لما يكون الجريان فل فلو الفي اسميها في نوت، وهكذا بالنسبة لبقية البارامتر. يعني كل نوت هذه النوت كيو نوت في نوت اي نوت ار نوت تعني انه الجريان فل فلو، لما الجريان بارشيال فلو ما عندي نوت، تصير الكيو هي كيو وفي واي وار بدون النوت. هسه عرفنا الاكس اكسس تمثل وحدة من دول النسب، يعني مو كلها، انت حسب المعطيات الموجودة عندك بالسؤال يجوز انت تقدر تستخرج كيو على كيو نوت تجي تسقطها هنا، لا ما اقدر استخرج كيو على الفي نوت، المعطيات اللي عندي اقدر استخرج من عندها في على الفي نوت، هم اجي اسقط النسبه هنا واستخدمها. نجي على الواي اكسس، الواي اكسس شي يمثل الواي اكسس هو نسبه الواي على الدي نوت، الواي هو عمق المي بحاله الجريان بارشيال فلو، والدي نوت يمثل الدايمتر الكلي للبايب. طبعا هذا القوس اللي تشوفونه هنا هو بس مجرد رسم توضيحي، يعني هنا هذا يقول لك اذا عندي هذا الدايمتر كله اللي هو هذا الدي نوت بحيث النسبة تساوي واحد، شفنا النسبة هاي واحد شنو معناها؟ معناها الواي ساوت الدي، يعني هنا عندي جريان فل فلو، يعني الواي تساوي الدي نوت، يعني المي الديبث مالته وصل لهنا وصل للأعلى للدي نوت معناها فل فلو. طيب قلنا هذا هو الدايمتر وهذا هو عمق المي في حالة الجريان بارشيال فلو. نجي هسه على الأشكال أو المخططات أو المنحنيات اللي موجودة بداخل الرسم، شنو اللي يتمثله؟ كل خط منقط، يعني هسه هذا الكيو إذا تباوع كيو على كيو نوت فور فاريبل ان، وعندي اي ار 2 على 3 على اي نوت ار نوت قوة 2 على 3 أو يمثل هم كيو على كيو نوت، هذه for constant n، يعني كل خط منقط هذا for variable n، كل خط bold و for constant n. شوف حتى هنا لاحظ v على v0
for variable n، وهنا r قوة 2 على 3 على r not قوة 2 على 3 أو v على v not for constant n. إذن أنا كل خط bold هو للconstant n، كل خط منقط هو للvariable n. هذا شو راح استخدمها بالحال؟ راح استخدمها بالحال عندي نسبة مثلا q على q not طلعت لي 0.4، وعندي الحالة هي constant n. أجي الـ 0.4 أصعدها للكونستانت، إذن هنا أوقف، مو أوقف هنا، هذا فاريبل n، أوقف هنا، أجي أسقط، أقرأ نسبة الـ y على دينوت، طلعت عندي نسبة الـ y على دينوت هي 0.44. هذه الـ y على دينوت أنا الدايميتر عندي مال البايب، إيش راح أستخرج من عندها هاي النسبة الـ y على دينوت؟ راح أستخرج عمق الماء في حالة الجريان بارشيال سلوب، وهكذا. طيب هسه now to that، من هذا الرسم نقدر نلاحظ ان الـ Q maximum موجودة عند Y عند D تساوي 0.938 أو الثيتا تساوي 5.2 راديان. شو نستخرج Q maximum؟ انت اذا تجي على مخطط الـ Q، هذا مخطط الـ Q، اعلى قيمة Q على Q not هي هنا، هذه اللي هي اعلى نسبة. وين انا صارت عندي هذه اعلى نسبة؟ اذا تجي تقرأ هي فوق الـ 0.9 بشوية، فهو كاتب لك 0.938. الـ V maximum هم نفس الشيء، هذا مخطط الـ V maximum، أعلى V هي هنا اللي هي صاحبة أعلى نسبة هنا، هي تقريبا صايرة عند الـ 0.8 0.81 وهكذا.